ومتابعين معكم بحلقتنا لليوم، شرفتونا وانضمت إلنا ميريلا يزبك سي او اوف بيلور اند تريبل اف عفوا ويل بينج، واليوم رح نحكي عن تجربتها بعالم الرشاقه والجمال. اهلا وسهلا فيكي، شرفتينا لليوم. اهلا فيك ديانا. ميريلا، بدايه خلينا نقول انه خلال خبرتك بعالم الرشاقه وبفن التجميل عم تجمعي تقنيه مزدوجة، صحيح؟ صحيح. كيف طلعت الفكرة وشو هي هالتقنية؟ لنرجع نتفصل نحن وياك والمشاهدين. رح أقول لك، هي الفكرة طلعت أو صارت تجربة شخصية أنا عشتها على وقت كتير طويل من الزمن. طبعاً أنا كل حياتي بشتغل إذا بدك بالكوربريت لايف، جمعتها مع الأرت ومع الفتنس. اوكي، فبكل المجالات اللي اشتغلت فيها از ليدرشيب ومانجمنت كنت كل الوقت اتعامل مع العالم وشوف كيف بدي ساعد هالناس او طورهم من خلال البوزيشنز اللي انا فيهم او بقدرات اللي انا عندي اياها. حتى ايفن بالفتنس كنت اتعامل مع العالم على صعيد شخصي وكنت انبسط بهيدا الشيء لانه اي سي ذا هابينس ان بيبلز ايز. الى ان فتت بصراع طويل مع المرض، انا مريضه فايبروميالجيا وكانت أكيوت يعني بأقصى درجاتها وصلت لها، وعينيت على وقت كتير طويل لدرجة أنه وصلت على مطرح أنه أنا ما بقى فيي أوقف على إجريي. أنا اللي كنت أعلم فتنس واللي كنت أرقص ما بقى أقدر أوقف، ما بقى أقدر أخدم نفسي حتى، والكواليتي تبع حياتي كتير تراجعت. من هون بلشت بالأبحاث. أنا بعتبر حالي باحثة لأنه دايماً كان عندي هالشغف أني دايماً لقي الحلول للمشاكل، وما في شيء كنت أعتبره أنه ما له حل أو ما فينا نظبطه أو نحسنه. Therefore بلشت بالبحث كرمال شوف كيف بقدر أتعامل مع هالمرض وعيش معه بأحسن طريقة بدل ما تكون بأسوأ طريقة. أوكي. بدي وقفك على هذه النقطة تحديداً ميريلا، حكيت أنك عانيتي من مرض، so أنت you are a survivor in a way. Exactly. فينا نعرف شو تعريف هذا المرض تحديداً؟ قلتي فايبرو ميالجيا. أوكي، كثير عم ينحكى عنه. شو هو هذا المرض وشو قصدك أنه كان أكيوت؟ يعني كان بي okay. بالدرجات القصوى تبعه له. صحيح. الفايبروميالجيا هو مرض بيضرب الفايبرز والعضل والمفاصل وحتى العصب، يعني بيصير النيرفس سيستم عندك دائما اريتيتد، ما فيك تتحملي ضجه، ما فيك تتحملي حكي، انت بعقلك ما فيك تنظمي افكارك، يعني بيوتا السيروتونين بدرجه كثير عاليه، بتنسي المشاعر، بتنسي السعاده، كمان بياثر على الجهاز الهضمي لانه عقلك الثاني هو بالمعده. في عندي كمان كثير نيورونز بالمعده وبيتاثروا. ببطل فيك تهضمي، بتوصلي على باراليسيس بالفيلوزيتي تبع الكولون، يعني ببطل المصران يقدر يهضم او بالاحرى يعمل ابزوربشن لانواع الفيتامينز للامتصاص. صحيح. مشان هيك العضل بيتاثر كمان، الجهاز العصبي بيتاثر، بتصير جسمك كل الوقت اون ستريس، مودك كمان بيتاثر، ببطل عندك قوه، ما في قوه، ما في كواليتي نوم، ما في حياه يوميه، ما في تعاطي بقى مع العالم، ما في اكتيفيتيز، في تعب دائم، اوجاع مفاصل، يعني حتى بيوجعوك ممكن مفاصل صبيع ايديك واجريك لهالدرجه. طبعا بيتاثر شعرك، بيتاثر نظرك، السكن تبعك، يعني بتفقدي حالتك شكليا وداخليا، والمود اهم شيء، بتبطلي تتفاعلي مع المشاعر، بتبطلي تعرفي السعاده، بتصيري دائما شخص حزين. صحيح. كيف حليتيها؟ شو ابتكرتي؟ فيك توصلي على مطرح بالفايبروميالجيا انك تقولي هي اخر الدنيا وانا ما بقى في اعيش هيك. وانا بهاللحظه قلت لا اكيد في حل. بهاللحظة بالذات هي كثير بينحكى عن ديبرشن، بس ينحكى عن فيبروميالجيا. هي انكزايتي دائما عاليه، وكمان المود تبع الموت تبع حياتي كثير بياثر على ليش صار عندك فيبروميالجيا، وهي تقريبا بتصيب دائما النساء مش الرجال. اوكي، بس كيف عملتي اسسمنت لهالمرض؟ يعني كيف انك وصلتي انك تروحي عند دكتور مختص بهذا الموضوع ليقول لك انك انت بتعاني من مرض الفيبروميالجيا؟ شو؟ ميالجيا. 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 Alright. وكيف حليتيها؟ أوكي، رح أقول لك. أنا طبعاً ما عرفت دغري لأنه الفايبروميالجيا ما بتنكشف دغري. بيعملوا لها إليمينيشن، بيصيروا مثلاً بيشوفوا إذا عندك أرترايتس، بيشوفوا إذا أنت عندك IBS. طبعاً كل اللي عندهم فايبروميالجيا عندهم إريتبل باول سيندروم.
بصيروا يشوفوا يعني كل شغله لوحده بصيروا يشوفوا لك اياها ويفحصوها، تخضعي لكل التست والاكزامز لتتاكدي انه انت منك مريضه شيء ثاني، بس يعجزوا بيقولوا لك فايبروميالجيا لانه بيكونوا مش عارفين يعني انت نظرك ولا جلدتك ولا دمك ولا العضل تبعك ولا كل المفاصل، لانه هي بتصيب كمان كل التندون والميوسكل، فبتصير عم بتعاني من كل شيء. يعني العالم اللي حدك ما بيصدقوا انه انت هالقد موجوعه، وطبعا ما بتشوفي تعاطف لانه بيزهقوا منك بالاخر، عم تصير حدا بس كثير عم بينقي وما بيصدقوك. فالحل كان انه مثل ما قلت لك انا دائما باحثه دائما، فبلحظه اللي كنت عم اقول خلص ما بقى بدي، فتحت عيوني وقلت اكيد في حل. أوكي. ومن هون بلشت الرحله، وطبعا زوجي دعمني كثير بهيدي رحله البحث لانه هو كمان مثلي، كنا عم نفتش على سولوشنز بتقدر ترجع ترد العضل لحياته وترجع تهدي الجهاز العصبي وتعمل ريجينريشن للبريفيرال نيرفز. اوكي، طيب بطل الواحد كل الوقت فيري اريتيتد وبطل كل الوقت منه قادر يسيطر على حاله. وبالبحث تبع لقينا هالتقنيه يلي هي من شركه جينيسيس، نحن الوكلاء الوحيدين لها بالشرق الاوسط. طبعا مش دعايه للشركه بس تفصل هن شو بيختلفوا عن غيرهم. التقنيه هي EMS Electro Muscle Stimulation يلي هي كثير public، كل العالم بتستعملها وبتعرف فيها. انما شو بيميز هال EMS اللي نحن عنا اياها انها بتشتغل على العصب وبتشتغل على العضل، اما شغل على العضل كمان هو بطريقه كثير مختلفه عن الاشياء اللي بنشوفها لحياتنا اليوميه، يلي هي ما بدي اسميها كوميرشال لا، بس لانه فينا نكون عم نشتغل على وجه العضل مثل ما فينا نفوت على ديب فايبرز بقلب العضل، نحن اللي عنا بيشتغل مثل ما انا بدي. I customized every and each program لكل شخص لحالته. يعني بقدر فوت على قلب العضل كون عم بشتغل على الديب فايبرز كبر الفايبر. انا الوحيده بقدر اعمل هايبرتروفي بالاي ام اس اللي عندي، فيي يكون عم فوت اعطي سترينث للفايبرز قوه، فيني يكون عم فوت اعطي اكسبلوزيفنس وهذا الشيء بنعطيه للاتليت او للعالم اللي عندهم باكر ماسل ديستروفي. هالحاله كمان صارت كثير كورات لانه في ماسل ديستروفي مثل ديشان كريس صبي اللي كان هلا حاليا عم يجمعوا له تبرعات. انا فيني يس انا فيني اشتغل على العضل تبع هدول العالم بطريقه كثير خاصه فيهم، كمان فيني اشتغل على العصب، وهذا الشيء عملته مع نفسي. وبما انه بالفيبروميالجي صار اذا بدك الميتابوليزم تبعي كانه عمري 80 سنه وانصحت صرت هالقد، قدرت اشتغل على حالي على ثلاث اصعده انا بطبقهم حاليا بالكونسبتس اللي عنا اياهم. يعني نحن عم نشتغل على ثلاث اصعده اللي خلقنا فيهم واللي لازم نحن نعطيهم ليضلوا يعطوا. سو من هون طلع كونسبت التريبل اف اند بلور. صحيح، رح اعمل كيف. اوكي، رح اقول لك كيف. سو نحن بنشتغل على العقل، بما انه انا قطعت ست شهور اشتغلت فيهم على المنتل هيلث، عملت ريبروجرامينج لدماغي، اعاده برمجه اوكي مع ناس مختصين طبعا. اشتغلت كمان على الاكل، وطيت كل الانفكشنز والانفلاميشنز بجسمي، وبنفس الوقت كنت عم بشتغل على العصب وعلى الديب فايبرز بقلب العضل، تكتسبت قوه بشكل كثير سريع وردات عضلي لحالته الطبيعيه يلي هو ما حدا عنده فايبروميالجيا بيصدق انه انا كنت عندي فايبروميالجيا لهالدرجه. فهيدي الكومبينيشن تبع الثلاثه انا حبيت انقلها بقلب ماي كونسبتس. الكونسبتس هن كثير الايند مع الفاليوز تبعي، مع الاشياء اللي انا بآمن فيها، وبعتقد انه صار الوقت اني ساعد فيها كل الناس اللي حوالي، مش بس العالم اللي عندها كريتيكال هيلث نيدز، كمان انا بساعد العالم اللي بحاجه انه تو اكسل بالفتنس، بالمجال الفتنس تبعهم ان كانوا اتلات، عالم تلعب باسكتبول، عالم تعمل سكي وات ايفر. بس انت مؤهله سؤالك حلو. ايه لتقومي بكل شيء ذكرتي. اوكي، انا رح اقول لك طبعا طبعا كل مؤسسه او كل كونسبت بحاجه للناس المختصه تبعه. باي فار انا ساينتست، انا كثير مثل ما قلت لك باحثه كثير متعلمه، بس مش انا بطبق كل التكنولوجيز. واكيد انا سيرتيفايد من جينيسيس او على بلور وعلى تريبل اف تاني اقدر اعطي هالتريننجز على الماشينز تبعي وعلى التكنولوجي تبعي. اما الناس المختصه بالسنترز تبعي دائما عندي فيزيوثيرابيست، عندي الترينرز تبعي اللي بيشتغلوا دائما 1-on-1 لانه نحن بنآمن انه كل حاله هي بحد ذاتها حاله، ما فيك تشتغلي مثلها مع حدا ثاني بنفس الطريقه.
سو بيشتغلوا 1-on-1 هن عاملين ادوكاسيون فيزيك عاملين نوتريسيون ريهابيليتيشن بوست سيرجيكال بري سيرجيكال وكله بشهادات اكاديميك اكيد طبعا بالاشراف تبعي والتريننجز اللي بنعملهم على التكنولوجي طبعا طيب ميريلا اذا بدنا نتفصل اكثر شو تقنيه التريبل اف وشو تقنيه البلور يعني عم بتجربي تشرحي لنا قد ما فيكي يا ريت ناخذ ديتيلز اكثر طبعا منك. طبعا في ديتيلز رح اقول لك هلا نحن انا بعتبر انه نحن خلقنا اساسا عندنا فلو بيمشي بجسمنا طبيعيا جسمنا بيصلح نفسه بيعالج مشاكله لوحده بثلاث ارباع الايام بلا ما نحن نعرف بيعمل اوتو كوركشن وكمان بيقدر يعطينا كثير اشياء اذا نحن عم نفهم عليه وعم نعطيه اللي لازم مشان هيك انا بستغل هالجسم وهالطريقه اللي بيشتغل فيها تاني عالج مشاكله ان كانت السمنه يعني الاوبيزيتي عندنا بروجرامات للسليمينج بس فروم اي تو زي يعني اي شخص بده يفوت لعندي بده يكون عنده فول كوميتمنت على اللي انا عندي بتقنيه واحده ولكن بتختلف فيها الفريكونسيز وهلا رح اشرح لك شو يعني فريكونسيز لانه هن اللعبه كلها اوكي عندي بروجرامات اي استاتيك يعني بنقدر نكون عم نشيل سيلوليت عم ننحف عم نشتغل على البطن المدام المولده عم نعمل مامي ميك اوفر بنقدر نشتغل ليفتنج نعمل البوتوكس ايفكت للوجه كله نون سيرجيكال نون انفيزيف يعني ما عندنا ابر ما عندنا جراحات 100% سيف ما في ولا اف سيكوندير ولا ضرر قلنا نو سايد ايفكتس ما عندنا انتر اكشن مع ولا اي شيء عم تعمليه بحياتك اليوميه ما بدك ريكفري تايم بتقومي من كل سيشن انت اخذي الريزلت اللي بدك اياه بلا ما تكوني عم بتروحي على ريكفري كيف مثل ما قلت لك بالاول نحن بنقرر قد ايه بقدر فوت بقلب العضل هيدي اسمها فريكونسي لما بكون انا عندي فريكونسيز بقدر انا اتحكم فيهم في يكون عم بشتغل على الفات اللي على وجه العضله بالالكترو ستيميليشن بكون عم بقدر كسر الفات او عم بعمل فات كافيتيشن بمجرد اني بس عم بدقر الفات ما عم بدقر وجه العضله فيني يكون كمان عم بعمل سمول بامبينج للعضله او كون عم بعمل تونينج فيني يكون عم بشتغل على السكن بالار اف يعني بالمعنى انه ما كان وحده عندي تختصر خمس ماشينات برا وبتصغر قد ايه عن الوجه عم تحكي ولا عن الجسم؟ عن الاثنين رح اقول لك انا بعدني مولده انا شايله 30 كيلو بثلاث اشهر طبعا كان انجاز اكيد بس اشتغلت بزكاه زكاه على هذا الشيء اللي خلقاني فيه كنت عم اشتغل على الاكل تبعي طبعا عم اشتغل على المنتل هيلث تبعي والمايند سيت وكنت عم اشتغل على العصب وعلى العضل عندي تتكون سريعه كثير الريزلت قد ايه صار لك مولده تحديدا؟ سنة وأربعة أشهر. أوكي يعني قطعتي فترة السنة أتليست يعني. تالت ولد اسم الله يعني. سو فينا نقول إنه الماشينز عم بيعطوا فعالية كتير جيدة. كتير. كل العالم بيلتقى فيها بيقولوا عاملة سيرجري عاملة كذا. ورأس بس يجربوا أول بروغرامز بيفهموا شو يعني قديش فينا نروح بهيدي التكنولوجي. فعلا هي فريدة من نوعها. كنت عم تسأليني سوري على الوجه. رح أقول لك نحن بنخلق العضلات كلها تبعنا مفتوحة منا ستريست الجلد تبعنا الكواليتي منيحة تبعها يلي هي كلها كولاجين وإلاستين واليالورونيك أسيد يلي هو بالدرمس سو بنكون بأحلى حالاتنا جسمنا بيعمل دريناج لمفاتيك لوحده بينظف حاله أما بعد العمر بعد عمر ال 25 سنة 2008 ببلش يرجع لورا وببلش استهلك شو عندي ستوك هالستوك اللي بجسمي من كولاجين وإلاستين بيخلص حسب اللايف ستايل تبعي وقد ايه بتعرض لأجريشنز وإذا باكل منيح بشرب منيح بنام منيح بدخن كثير بتعرض كثير للشمس the stress and the age كيف بشتغل أنا تقدر أعطي هالبوتوكس إيفكت أو الفيلر إيفكت على الوجه بلا ما أكون أنا عم بحقن الوجه بولا أي مادة اولا الماشين تبعنا بتشتغل على الدريناج لينفاتيك العضله هي البامب الوحيده للليمف تطلع الليمف وتنظف كل التراشز والدبرس تبع اي خليه عم تشتغل اي خليه بجسمنا هي معمل بتكب دائما الدبرس تبعها لبراتها اذا انا شخص كل الوقت قاعد ما بيعمل هاي انتنسيتي كارديو ورك اوت هالتوكسينز كلهم عم بيضلوا بجسمنا وهالشيء بسبب الستريس تبع العضله مثل الفايبروميالجيا هي مسل ستريس اوكي هيدا المسل ستريس بخلي العضله تكز وتفقد خصائصها وبالتالي بتبطل حاميه الكولون فيرتيبرال
بتبطل حامية السنس للظهر ولا للجوينتس. أنا بشتغل على أني صلح هالمشكلة بقلب العضل لترجع ليخف الأوجاع عند الشخص، وبشتغل على العصب كمان يلي هو بيمرق من خلال العضل. نفس الشيء بالوجه، العضلة بس تبلش تكز بتسكر، وبالتالي بتاخد مع الجلد وبتبلش تبين تجاعيد. عم نحكي عن الجبين مثلا، عن الفرونتاليس. نحن بنجي بنعمل إبرة بوتوكس، هالبوتوكس بيفتح العضلة ما بيدق بالجلدة، ذيرفور الجلدة بتصير ليس مع أنه ما اشتغلنا عليها. نعمل دراسة، جينيسيس عملت دراسة على الكالفز تبع الأثليتس، أخذوا ترانش داج 25 35 45 65 75 55، قفيناهم، غطوا لهم وجهن وطلعوا على بطاط إجريهم تيشوفوا إذا بيقدروا يميزوا أي شخص أكبر من الثاني، أو مين الكبير بالعمر ومين الصغير. ما قدروا يعرفوا من بطاط الإجرين. ليه؟ لأنه العضلة بتضخ دايما اللمف تتنظف، ترجع العضلة تاخذ الشيب تبعها والتون من وراء الحركة، اوكي، ومن وراء الرياضة، والجلدة بتضلها بحالة صحية ونظيفة وبتضلها ملزقة. هيدا الفينومين ذاته بنشتغل فيه على الوجه. ليش بنقدر نشتغل على جسمنا ما بنشتغل على وجهنا؟ وجهنا كمان مؤلف من عضل ومن جلدة هي ذاتها موجودة بجسمنا. الفرق انه عضلات الوجه معلقين ببعضهم مش بالعظم، وهيدا شيء كثير منيح وذكي نحن مخلوقين فيه، لأنه بيساعدنا أنه بس نشتغل على رينج أوف موسل الوجه كله يتأثر. مع أنه أنا بقدر أشتغل ببلور على 43 عضلة بالوجه يلي هن كل عضلات الوجه، بشتغل تنظيف من جوا مش من برا، بعمل ريبيلدينج للفيس موسلز كيف بعمل بودي بيلدينج للموسلز، ريبيلدينج للفيس موسلز، وبفعل كولاجين وإلاستين بمايكرو كارنت لو فولتج آر أف. عم نشوف صور بيفور افتر، اذا بتحبي كمان تعلقي عليهم طبعاً. او رح اقول لك هدول الباتشز، هودي الباتشز اللي هن بيمرقوا الاستيميليشن ان كان لللمفاتيك دريناج ولا للعضله، ولا بثالث مرحله بيكونوا عم يشتغلوا تيفعلوا الاستيميليشن للكولاجين والالاستين بالجلده، بلا ما نكون عم نحقن وبلا ما نكون عم نشتغل كمان مايكرو نيدلينج او ليزر. سو نحن بنكون عم نفعلهم بشكل كثير طبيعي. نحن بنشتغل من جوا لبرا مش من برا لجوا، بننظف من جوا، بنشغل العضله وبامبت تترجع تفتح من برا، بنعطي كل الخصائص للجلد تترجع تصير بحاله صحيه وتعمل لفت وتقعد على العضله اللي هي اساسا كانت قاعده عليها، وهالشيء بيعطينا فيري لونج ريزلتس، لونج تيرم ريزلتس. ليش؟ طيب انا عندي سؤال هون، اذا نحن وقفنا هيدي الماشين او هيدي الفريكوانسي اللي عم تحكي عنها هلا تحديدا بالصور للوجه، وقفت انا وظبطت عليها سنه من حياتي او سنتين وقررت وقف، اوكي، بيرجع وجهي بيترهل؟ رح اقول لك شو بيصير. هلا انت اذا بتعملي رياضه بالنادي بتعملي على وقت طويل، معقول بس توقفي تفقدي عضلاتك دغري؟ بعد فتره حافقدهم بس مش اون سبوت. صح، فترة يعني طويلة مزبوط. والعضل بيضل متذكر انه هو كان رياضي، ما بينسى. بتشوفي حدا كان يلعب فوتبول له 100 سنة موقف يلعب فوتبول، بس بتطلعي على اجريه بيضلوا العضلات قوية وبيبين انه كان اتلات. نفس الشيء الوجه ونفس الشيء الجسم، طبعا كان بتريبل اف او ببلور عم نحكي. الوجه بس انا ارجع شغل هالعضلات واعطيها البامب والديفينيشن تبعها، وشغل ولزق الجلد ارجع عليها واعطيها خصائصها، بتضل على وقت كثير طويل هيك. نحن بنقول انه بعد التريتمنت يلي هو 8 جلسات، اذا قعدتي سنتين ما دقرتي بوجهك، انت بتحافظي على ريزلت على مده سنتين. اما اذا عملتي مينتننس، يعني جيتي لعندي بالشهر مره او مرتين، مرقتي عملتي رياضه لوجهك، لانه فيها تكون لايف ستايل خاصه للشباب، يعني اليونج كراود الصبايا، بيضاين هيدا الريزلتا للابد فور ا لايف تايم. انلس جد علينا شيء. انت عملتيها على وجهك مرايه؟ انا عامله خدوده، عيوني بعدني عم اشتغل عليهم لانه التقنيه كثير حديثه. لي 4 أشهر ببلور، كان عندي برايوريتي اشتغل على عضلات وجهي لانه وجهي كثير نزل بعد 30 كيلو اسبشلي، وبعد الفيبروميالجي تغيرت صرت انسان ثاني، فكنت بحاجه اني ارجع ارد عضلاتي على محلها. بس يو لوك جريت يعني بالنتيجه اللي كان عندي كثير هايبر بيجمنتيشن كمان. نحن بنشتغل على الهايبر بيجمنتيشن، مجرد ما تردي خصائص البشره بتحل كثير مشاكل منها، منهم الهايبر بيجمنتيشن، منهم الاكني، منهم السكارز، الاوبن بورز. بقدر اعمل جو لاين ديفينيشن لان بشتغل على العضلات اللي بدي ابرزها، في يكون عم بشتغل فات بيرنينج كمان واحرق محل الفات اللي انا ما بدي اياه، مثل اني اخلق قصه خد بالوجه. فيني اشتغل على النك ليفتينج وعلى الديكولتي. طب مين اللي عم يلجا لك؟
مين اللي عم يلجأ؟ مين هن اللي عم يلجأ؟ رح أقول لك، نحن هلأ بهيدا العصر كتير كان حلو البوتوكس والفيلر وكتير ساعدنا بمرحلة معينة، بس هلأ العصر عم يتحول على الفيوتشوريستيك بيوتي والناتشورال بيوتي، وخاصة إنه بعد الخمسين من العمر بصير الجلد تعمل كتير إنفلاميشن لما بيكون في فيلر بقلب الوجه، أوكي؟ therefore نحنا في كتير عالم بتحب إنه تبين young وتكون منا مستعملة للإنجكشنز ولا الفيلر، وفي ناس بتخاف من الإنجكشنز، وفي ناس مثل حالتي أنا إذا بعمل اليوم بوتوكس بعد جمعة ما في، لأنه أنا في بروميالجيا. أوكي طيب، بدي أتوقف على نقطة. طب الأشخاص اللي عاملين already بوتوكس وفيلرز وإجوا لعندك بيستفيدوا أكيد. ووقفوا البوتوكس والفيلرز بس اجوا لعندك، بس اللي موجود اوريدي يعني بعده موجود لقلك كل حركه بالعضل بتظهر البوتوليوم توكسين، لانه هي توكسين، والعضلات بس تعمل دريناج لمفاتيك بتكب التوكسين اللي بقلبها، اما الفيلر بيضل الا اذا اشتغلت بروجرام ريكفري. يعني في ناس عم بتعاني من تشوهات من وراء الفيلر، انا البيرمننت هوني البيرمننت فيلر عم نحكي، حتى ايفن الفيلر العادي مش عاجبون مثلا أوكي. بيقدروا يشتغلوا عندي ببروجرام ريكفري منشيله، بنشتغل مثلا بالريكفري على عالم عامله سيرجريز، على عالم مثلا شوي عندها لقوه، لانه بنشتغل على العصب وعلى العضل، هيدي كريكفري. بقدر اشتغل فيس كوركشن كمان، بس انا ما بنزع شغل الفيلر يلي موجود الا اذا اشتغلت ريكفري بروجرام. اما العالم اللي عندها فيلر بوجهها وبتخبرني طبعا عنه وبعرف وين، بنشتغل اكوردنجلي. اوكي اوكي، سو انا بقدر اتحكم مثل ما بدي بالوجه اللي قدامي وبالكيس اللي قدامي. نايس ميريلا يزبك، بدنا نقول لك يعطيكي الف عافيه وسلامه قلبك ومنوره، وشكرا لوجودك معنا وشكرا لكل الشرح عندي، لانه انا عندي لايف ستايل هيك فيس ماسل ورك اوت للصبايا اللي مثلكم، بتصير هيك ترند. تكرم عينك ان شاء الله. تكرم عينك، انا مولده سنه وتسعة اشهر بدي اقيم هالبطن. يلا على المامي ميك اوفر، تعالي عندي. اهلا وسهلا، شكرا على وجودك معنا. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.